أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. وأما قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر.